الاستعداد لاستقبال العيد هذا العام بشراء الملابس والتبضع لمقتضيات عيد الفطر كان عنوانه ارتفاع الأسعار. فما من رب أسرة أو أي مواطن التقيناه إلا وحدثنا بهذا الحديث. جينا ناخذ ملابس مقبلين احنا على ايام عيد والاسعار مرتفعه حاليا كلش، وهل هلا بالمروه اكو ناس اغلبيتها ما عندها واكو ناس عندها واكو ناس ما متمكنه على هذا الشيء. الاسعار حاليا مرتفعه كلش بالسوق. تراك مال الطفل كان ب 3000 دينار هسه حاليا ب 7 6، اسعار مختلفه بالسوق كلش. فاحنا هل هلا بالمروه يريد يقللون الاسعار لا اكثر ولا اقل. عموما الاسعار يجي المواطن يطب للمحل يضطر انه يطلع، يروح وين؟ للمجمع، يروح للباله، يروح على الاسواق اللي هي مدعومه حتى لو كانت جودتها اقل، لكن مجبور شو يسوي؟ ما عنده قدره شرائيه اساسا ضعيفه. لكن احنا نوجه رسالتنا ومطالبنا الى اصحاب المحلات انه يراعون المواطن قدر المستطاع، وهذا عيد وهذا بأجر وبثواب. ومن جانبهم وعلى الرغم من ارتفاعها من المصدر، أصحاب المحل بادروا بتخفيض نسب أرباحهم حتى لا يؤثروا على أصحاب الدخل المحدود من جهة، ومن جهة أخرى مساعدة الفقراء والمتعففين والمحتاجين بتقديم كسوة العيد. نحن كأصحاب محلات بادرنا بالكثير من المبادرات، من أهمها أن لا نكون أصحاب تأثير على دخل الشخص المحدود، وكذلك قمنا بخفض نسبة الأرباح الخاصة بنا، وكذلك حتى أصحاب الجملة في بغداد قاموا بخفض نسبة الأرباح، ولكن كما تعلمون أن هنالك بضائع خاصة بالعيد هي تتسم ببعض المواصفات. كذلك نقوم بأيضا مراعاة بعض الحالات المادية الخاصة ببعض العوائل وأصحاب الدخل المحدود منها العوائل المتعففة. نقوم أيضا بالكثير من حملات التبرع الخاصة كأصحاب محلات للمساهمة في زرع الفرحة على أطفالنا إن شاء الله. اليوم البضاعة اللي تجينا أساسا هي غالية والأسعار جدا مبالغ بها، فإحنا اليوم نضطر أنه نبيع يعني بخمة، نبيع بخسارة، إحنا ورانا إيجارات ورانا مولد، يعني هم ماديا خلونا بوضع محرج. العيد في زمن كورونا والحظر وارتفاع الأسعار جاء واقتربت أيام استقباله، وعلى الرغم من كل هذا وذاك فإن الاستعداد للعيد له الأولوية التي تلغي كل الصعاب. من صلاح الدين فراس الحسن، التغيير.